استاذ سعيد، لنأتي إلى مؤتمر الأوبك الأخير اللي تمخض عن لا شيء تقريبا. نعم. إذا تعطي السادة المشاهدين ما هي ملابسات بس؟ لا لا بس المؤتمر. لا خليني أستفسر إذا سمحت، يعني ليش اعتبرتنا الليلة لا شيء؟ ما هو الشيء بنظرك؟ لا، هناك كان شعور وانطباع بأن أوبك سوف تخفض الإنتاج. نعم. في محاولة منها لرفع الأسعار، ولكن نعم. بالنتيجة لم يحدث هذا. نعم. فأنا أحدثك برأي المشاهد. نعم. البسيط بالضبط. لو تعطينا ملابسات هذا. نعم. الشيء لا، أنا أقول لك بالعكس، من الحكمة أن لا يتم تخفيض إنتاج النفط، من الحكمة. ولاحظ أن هذا قرار جماعي ولم يخرج أي عضو ليناقض أو يحمل طرف. كيف هي الحكمة؟ أنا أقول لك مرة أخرى، ترى دكتور النفط مو مثل أي سلع بالسوق، بمعنى أن أنت مثلا الكويت تنتج تصدر، خلينا نقول أنا ما أعرف الرقم اليوم، خلينا نقول تصدر الكويت 2.25 مليون، هي عندها شركات والدول ملتزمة معهم بعقود، ليس غدا باكر عقب باكر، أكو عقود فورية، أكو عقود آجلة ملتزمة. طيب. معهم، فهي تخبرهم تقول لهم والله أنا والله اعتبارا من الشهر القادم راح أخفض إنتاجي، تعلن يطلع بيان من مؤسسة بترول وتقول للزباين إني أنا والله يعني من الشهر الجاي بدال 200,000 راح يكون 150، بدال 100 راح يكون 70، وهذه كل الدول. طيب أكو شركات والدول تحتاج هذا النفط، فالمكسيك وروسيا إذا لم تلتزم إيش راح يصير؟ روسيا والمكسيك راح تأخذ الزباين هذه، ومن تملأ الصعب الفراغ، تملأ الفراغ، ومن الصعب أن أنت تستعيد في أسواق النفط، من الصعب أن أنت تستعيد حصتك وتستعيد زبونك، لأن خلاص هذا أيضا يلتزم مع أو يلتزم مع المكسيك لمدة 2 سنين، لمدة 3 سنين، لمدة 4 سنين. فمن الصعب، من الحكمة أنت أوبك إذا طلعت بيان كما تشتهي وكما يشتهي بعض المشاهدين بتخفيض سقف الإنتاج، إيش يصير؟ أول شيء راح يصير أن سعر النفط يرتفع، وهم يخفضون انتاجهم ويفقدون جزء من الاسواق. تجي المكسيك وروسيا تستفيد من ارتفاع اسعار النفط ومن وجود زبائن جدد في السوق. طيب كيف تفسر تصريح الرئيس فلاديمير بوتين الذي علق على انخفاض اسعار النفط بان هناك حرب خفيه تدار من الغرب والمقصود فيها روسيا؟ كيف ترد على هذا؟ هو شوف، هني مره ثانيه انا اقول لك ان النفط السلعه اللي دائما تتدخل فيها السياسه بالاقتصاد بالسوق بهذا كله. كل من يقول والله هو في نظريه، ونظريه يعني ما هي يعني مو نظريه ساذجه ان امريكا تستهدف روسيا، هناك يعني هذا راي موجود. لكن ايضا بالمقابل ايران ايضا كانت تقول ان والله انا ايران مستهدفه من قوى اقليميه. صحيح. هذا كلام يعني انا بالنسبه لي كمحلل، انا لست خبير استراتيجي بالنفط، انا محلل اسواق النفط. جيد. انا من الصعب اني انا تقنعني ان والله هذا الكلام صحيح. هذا هو يعني شلون اقولها، هو الغرابه في هذا التراجع الكبير في اسعار النفط. نعم صحيح، يعطي المشروعيه لبعض الاسئله، لكن ما لم يكن هناك سبب مقنع وواضح ومنطقي فيكون والله هذا نوع من انه والله يعني الحديث في امور يعني. طيب ترقى الى اذا 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 اخذنا يعني جانب العرض والطلب اخذناهم على جانب، هل هناك عوامل اخرى لا يعلمها الناس تتدخل في اسعار النفط؟ في كل شيء، ليس في اسعار النفط فقط. يعني هو خلينا بالتحديد انا اقول على شغله. نعم، منذ 15 سنة، يعني انا الحين لما اقول 15 سنة يعني زائد ناقص سنه سنتين، دخل شيء اسمه التعاملات الورقيه. يعني الان لما تدش اي سوق بورصه اسهم سندات، وهناك ايضا بيع وشراء النفط لكن تعامل ورقي. يعني انت لما تدش على سعر النفط تشتري سعر البرميل 70 دولار، 60 دولار، تتوقع غدا انه يبيع، انه يوصل 80 تبيع، تشتري كميات 100,000 50,000 برميل، هذا مش حقيقي. يعني انت دكتور ما راح تشتري 50,000 برميل نفط، هذا مضاربه. صحيح. فهذه هذيك الايام يعني لما كان سعر النفط 40 و50 دولار كان جزء منه 5-6 دولار، يعني قول تقريبا 10-15% من 10% تعاملات ورقيه. هالمضاربين الان بداوا يتجهون الى ادوات اخرى استثماريه. ترى يعني اسواق النفط فقدت نوع من التعاملات الورقيه وذهبوا الى سلع اخرى، الذهب او سلع استثماريه اخرى. لكن ايضا يعني هناك فعلا عامل اللي يتكلمون عنه انه والله اللي هو الحس، بمعنى الاشاعه. يعني هذا بالنهايه وسوق، لما يطلع بعض الاخبار انه والله روسيا او هناك اجراءات معينه سوف تتخذها اوروبا والاتحاد الاوروبي ضد روسيا، ثم روسيا ترد بانها سوف تمنع النفط او الغاز لاوروبا، وهذه كلها اشياء تتدخل. لكن ما زلت اقول لك، وانا هذا رايي، يعني الان اذا قلت لي والله ما نرجع للسؤال الاول، ما هو الاسباب الحقيقيه وراء التراجع الكبير؟ راح اقول لك غير ان والله هناك ان تباطؤ اقتصادي، غير ان هناك في فعلا يعني الدول يعني كانت هي رائده ومستهلكه
مستهلك كبير يعني. هذه الكونسيومشن حق النفط الصين والهند واليابان بدأت يعني تراجع. هل